وللتوسع أكثر في هذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب عضو اللجنة القانونية النيابية السيد حسين العقابي. أهلا بك سيد حسين. بداية، بعد فشل التصويت على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن وضع رؤية لحل النقاط الخلافية والمتمثلة بتعيين فقهاء وخبراء من الفقه الإسلامي أيضا يومان على جلسة البرلمان، والتي يفترض أن يتم فيها حسم قانون المحكمة. هل توصلتم لاتفاق بشأن المواد المتبقية أم خيار التأجيل وارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمتابعي فضائية العراقية الكرام. أولا، أنتم تطرقتوا إلى مسألة الفقهاء خبراء الفقه الإسلامي، وكأنما هي قضية خلافية. هي ليست القضية الخلافية، يعني القضية الخلافية موضوع آخر، يعني اللي تعطل الأمور شيء آخر، يعني غير هذه المسألة. هذه المسألة متفق عليها، خبراء الفقه الإسلامي لهم حق القول الفصل في المسائل التي تتعلق بثوابت أحكام الدين الإسلامي. طيب، ومسألة الهوية الإسلامية للدولة العربية. سيد حسين، أنا لا أتحدث عن قضية خلافية إطلاقا، لكن أنا أقول لماذا هذا التخوف من قوة الفقهاء من بعض المعترضين؟ نعم، أتفهم هذا الكلام. معك نحن لدينا نصوص دستورية واضحة، هذه النصوص الدستورية يجب تطبيقها بحذافيرها. عندنا نص المادة الثانية من الدستور أولا وثانيا تتحدث عن لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الدين الإسلامي والحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. هذه النصوص الدستورية يجب تطبيقها من خلال تشكيلة وتركيبة المحكمة الاتحادية. طيب، المحكمة الاتحادية سوف تتشكل من عدة طبقات، طبقة خبراء الفقه الإسلامي ويكونون مختصين في النظر بالدعاوى التي تخص ثوابت أحكام الدين الإسلامي، والقضاة يكونون معنيين في المسائل الدستورية الأخرى ما عدا موضوع ثوابت أحكام الدين الإسلامي. المشكلة التي عانينا منها طوال الأيام السابقة والماضية هو إصرار الأخوة الكرد على أن يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية يكون التصويت بالإجماع وليس بالنسبة الأغلبية المطلقة أو نسبة الثلثين كما هو معمول به حاليا في المحكمة وطوال 15 سنة الماضية. لذلك هي هذه المشكلة التي أخرت إقرار وتشريع القانون. ابتداء ما صار إخفاق بالتصويت على بعض المواد، مشينا بالمواد الأسهل فالأسهل، ووصلنا إلى آخر المواد الثلاثين اللي تتحدث عن آلية التصويت وآلية ترتيب وتكوين المحكمة والجهة المخولة بمنح الثقة لأعضاء المحكمة. طيب، بالأصل عدد الفقهاء داخل المحكمة، ما مدى تأثيره على قرارات المحكمة سيد حسين؟ يعني هل يكون دورهم فقط دور استشاري أم هناك تدخل في القرار أيضا؟ ابتداء احنا نتحدث عن لا، اذا كان يعني البعض يطرح انه يكون دور استشاري هذا انتهاك للدستور. الدستور في المادة 93 تحدث بشكل واضح انه المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة عليا وتتكون من 3 شرائح، تتكون من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون. طيب، والنص صريح وواضح، لا مجال للاجتهاد مقابل هذا النص. وجودهم وجود أصيل داخل المحكمة، لكنه احنا ارتئينا أن يكون اختصاص فقط في المسائل اللي تتعلق بثوابت أحكام الدين الإسلامي. طيب، بناء على نص المادة الثانية من الدستور تبقى مسألة يجب أن تفهمها، أو العفو يكون تكون واضحة لدى كل المتابعين. هي هذه المسألة، مسألة أنه احنا نتحدث عن قضاء دستوري، وفي كل دول العالم القضاء الدستوري هو مو قضاء احتيادي، بعضه في بعض الدول يتشكل من سياسيين، من علماء اجتماع، من محامين، من ناشطين إلى آخره. القضاء الدستوري هو ليس قضاء بالمعنى المألوف لدى عامة الناس، هو يختلف من حيث الطبيعة ومن حيث الماهية. طيب سيد حسين، هنا جزئية جدا جدا مهمة يجب أن نعقب عليها. من الذي سيضمن حقوق بقية الديانات الأخرى ونحن في بلد التعدد والتنوع؟
ولا ننسى نحن في بلد ديمقراطي أيضا. نحن في دولة ولا ننسى أيضا الهوية الإسلامية هي هوية غالبية الشعب العراقي. أنا أتفق معك. 97% من الشعب العراقي مسلمين. لكن لا يعني هذا ما حال بقية الأديان الأخرى سيد حسين؟ الأكثرية الساحقة من الشعب العراقي، ونحن نتحدث فقط عن ثوابت. اسمح لي. إحنا نتحدث فقط. نتحدث عن ثوابت أحكام الدين الإسلامي. طيب. وهذه المسائل من أساسيات الدولة العراقية منذ أن تشكلت في العام 21 وحتى اليوم. أرجع للقانون المدني، في القانون المدني الذي في عام 1951 على ما أتذكر أن القاضي إذا ما يجد نصا تشريعيا، يعني إذا ما يجد قانون، يذهب إلى الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة. لذلك هذه هوية الدولة العراقية منذ أن تشكلت حتى اليوم. أنا استغرب بعض التخوفات أو بعض سيد حسين. أنا أتفق معك أن هوية الدولة العراقية، لكن لا يعني ذلك إقصاء بقية الأديان الأخرى. الدولة يحكمها القانون والدستور. شلون تتم عمليه الاقصاء؟ انا جاوب. انت جاي تطرح اشكاليه، اعطيني فد عينه او فد نموذج او فد مثال على الاقصاء. سيد حسين، انت لديك تمثيل فقط عن الدين الاسلامي، لكن ليس لديك تمثيل على الدين المسيحي وبقيه الاديان الاخرى. كيف تفسر هذه الاديان هذه العمليه؟ أنت تتحدث عن التمثيل لو عن تطبيق الدستور، يعني لازم تفرق في تساؤلك. التساؤل اللي تطرحه والإشكالية اللي تطرحها فيها خلل. لابد عن التمثيل. أنا أتحدث عن التمثيل. عن التمثيل سيد حسين. لو تتحدث عن التمثيل فقط، عن التمثيل. آليات إصدار القرار واتخاذ القرار داخل المحكمة، كل قضية إلها حيثيات. عن التمثيل. إذا أنت تتحدث عن التمثيل، نحتاج إلى محكمة اتحادية بها أكثر من 20 عضو. إذا كان ليست هنالك، ارجع شوف في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في كل دول العالم.